ادخل ادخل اديله القلم، هات القلم هات القلم هات القلم، خد يا سيدي خليه ينديلك على التيشيرت، اديله القلم بسرعه يلا. نزله بقى. لفلنا وشك لفلنا وشك، بص هنا بص هنا، ايوه كده. بس انا اطلب انت اللي هتمنتج ولا مين؟ لا طب انا عايز ال لا واحنا زملكاوية ولا ايه؟ عيب عليك. لا وقت الجد احنا هنجيب على عينهم والله الله اعلم بقى. انا نازل ابطل مكان اسامة، مش عارف بقى بكره اعرف ابطل مكان حد ولا لا. ما اعرفش مين اللي هينزل مين. Thank you.
ده كان التمرين الأخير للنادي الأهلي قبل مباراة الرجاء غدا. نشكركم على حسن المتابعة وشكرا لحضراتكم.